السلام عليكم اخوتي، جيد من بخير، انكم تكونوا بصحه جيده واموركم على خير. معكم اخوكم محمد بلوك. اليوم الفلوق ديالنا غيكون فلوق زوين واعي. انا وليكم نفرح كيفاش فين مشروب وفين غادي الله يبارك. تبعوا معنا هذا الفلوق، هذا غيكون واعي بزاف. قبل ما نبدا زيد ابوني وكومونتير، ما تخسروا والو، زيد ابوني وكومونتير. يلا نبدا الفريخات اللي عندنا اليوم. هاي هذا قبض الموف، هذا قبض الموف في كوب ديال ليزانس بارابل الروز، وهذه ليزانس بارابل الفيشر والروز. الفيشر باقي ما عرفتش علاش باقي مبيضات، صحت البيض خاوي حيت كان بريكم تسنى، وهادو باقي الله كيتوالد، الله يبارك فيكم نخليهم الله يبارك. وكاين هنا كوبلة ديال بيروش لوليداتها، غنوريهم لكم دابا شي حاجة واعرة. هاهما الوليدات، الله يبارك، الله يبارك الوليدات، الله يبارك. شي حاجة نادية، الله يبارك. هذا نادي اللي باغي شي حاجة يتواصل معايا في فيسبوك، لا يتواصل معايا وصافي، يتواصل معايا في اليوتيوب. وهادو راهنا غاديين معاكم كاروكسات، راهم كاروكسات بيضة اللي تبارك الله، جوج بيضات وخرجت لي الوليدات الله يبارك، خرجت لي جوج وليدات. هاهو واحد فيهم، ورا التاني ها واحد، وهاد التاني الله يبارك، الله يبارك. هادو هما الاثنين، وهنا كاينو الوليدات واحد مكان بيضة الله يبارك. وهنا غاديين، وعندي كذلك عندي واحد الكوبلة ديال الفيروس، هاهي أخرى الله يبارك، مبيضة ولكن للأسف البيض ديالها عندها جوج عامرين وربعة خاويين. إيوا هادشي لي كاين، ماشي مشكل، الدنيا هانية. ودابا نشوفو شي لعيبة غدا، نشوفو لها شي نجوة تكون واجدة الله يبارك، شي حاجة تكون عاملة شي نجوة، ونجيبوها ونكوبليو معاها الطريقة ديال الرينبو الله يدير الخير، ونديرو بلوك خط إن شاء الله، نتلاقاو إن شاء الله في حلقة جديدة، وباي.